بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مس نيفين سعد من مدرسة المنتزه الخاصة، مادة العلوم، الصف الثاني الإعدادي، تابع الانقراض. هناخد أهم التعليلات درس الانقراض. واحد، تسمية النسر الأصلع بهذا الاسم. هو مش أصلع ولا حاجة، هو راسه مغطى بريش أبيض يجعله يبدو من بعيد كأنه أصلع. يبقى لأن رأسه مغطى بريش أبيض يجعله يبدو من بعيد كأنه أصلع. اتنين، طائر الدودو فريسة سهلة الاصطياد، لأنه من الطيور اللي لا تطير لصغر أجنحتها، جناحه صغير فما بيعرفش يطير، فبيبقى سهل قوي أن يصطاد. تلاتة، ضرورة التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية. يعني إيه محمية طبيعية؟ يعني أماكن آمنة للأنواع المهددة بالانقراض لحمايتها من الانقراض في أماكنها الطبيعية. يبقى ضرورة التوسع في إنشاء محميات طبيعية، هقوله للحفاظ على أنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض. أربعة، اهتم العلماء بمنطقة وادي الريان بالفيوم. منطقة وادي الريان فيها، هي محمية فيها منطقة وادي الحيتان اللي بتضم هياكل عظمية كاملة لحيتان يصل عمرها إلى 40 مليون سنة. يبقى اهتم العلماء بمنطقة وادي الريان بالفيوم، هقول لوجود منطقة وادي الحيتان بها، والتي تعتبر أفضل مناطق التراث العربي لوجود حفريات هياكل عظمية كاملة لحيتان يصل عمرها إلى 40 مليون سنة. خمسة، يتأثر النظام الصحراوي عند غياب أحد الأنواع الموجودة فيه. يعني إيه نظام صحراوي؟ يعني نظام بيئي بسيط قليل الأنواع، وبالتالي لو غاب أحد أنواعه يتأثر بشدة لعدم وجود البديل الذي يعوض غيابه ويقوم بدوره. يبقى يتأثر النظام الصحراوي عند غياب أحد الأنواع الموجودة به لقلة عدد أنواعه وعدم وجود البديل الذي يعوض غيابه ويقوم بدوره. ستة، تمثل الغابات الاستوائية نظاما بيئيا مركبا. ما هو النظام البيئي المركب؟ هو نظام كثير الأنواع، إذا غاب أحد أنواعه لا يتأثر بشدة لوجود البدائل. يبقى هقولها لاحتوائه على عدد كبير من أنواع الكائنات الحية وعدم تأثرها كثيرا عند غياب أحد الأنواع الموجودة فيها. نحل بقى لوحدينا كده تدريبات على الدرس، احنا اللي نحلها بقى بايدينا كده معايا سؤال سؤال. واحد، اكمل ما يأتي يستدل على الانقراض من الحفريات. طبعا عرفنا الحيوانات اللي انقرضت قديما وحديثا من حفرياتها. الكواجا من الانواع المنقرضة حديثا. يبقى الكواجا وطائر الدودو من الانواع المنقرضة حديثا، بينما الديناصور والماموس من الأنواع المنقرضة قديما. أما النسر الأصلع فهو من الأنواع المهددة بالانقراض. مين كمان مهدد بالانقراض؟ نجاوب مع بعض كده، دب الباندا، الخرتيت، نبات البردي، النسر الأصلع، أبو منجل، كبش أروي. تلات، من أسباب الانقراض الحديث. أسباب الانقراض الحديث، واحد، تدمير الموطن، اتنين، الصيد الجائر، تلاتة، التلوث البيئي، أربعة، التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. أربعة، من صور التلوث التي تؤدي إلى الانقراض. طبعا عندنا التلوث البيئي بالأمطار الحمضية اللي نزلت على البحار والمحيطات فلوثت المية، وبالتالي بتؤدي إلى انقراض الكائنات البحرية.
وكمان المبيدات الكيميائية اللي بنستخدمها بتؤدي إلى تلوث المياه والهواء والتربة، مما يؤثر برضو على الكائنات الحية، مما يؤدي إلى انقراضها. 5. من أمثلة الأنظمة البيئية البسيطة الصحراء قليلة الأنواع، وتتأثر بشدة إذا غاب أحد أفراد أنواعها. ومن أمثلة الأنظمة البيئية المعقدة طبعا الغابات الاستوائية كثيرة الأنواع، ولا تتأثر إذا غاب نوع من أنواع كائناتها لتوفر البدائل. 6. يتم حماية الدب الرمادي في محمية، طبعا محمية بلوستون بأمريكا، ودي لحماية الدب الرمادي. عندنا محمية عالمية تانية اللي هي محمية دب الباندا في شمال غرب الصين لحماية دب الباندا. 2. اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية: 1. نبات مائي استخدموا الفراعنة في صناعة أوراق الكتابة، طبعا نبات البردي. 2. تاريخ موت آخر فرد من أفراد النوع. إيه تاريخ موت آخر فرد من أفراد النوع؟ ده لحظة الانقراض. 3. أول محمية تم إنشائها في مصر كانت محمية رأس محمد، وطبعا بتضم العديد من الشعب المرجانية والأسماك الملونة النادرة، ودي في سيناء. 4. كائن حي توجد منه حفريات كاملة في محمية وادي الريان، قلنا في منطقة اسمها وادي الحيتان، بتضم هياكل الحيتان عمرها أكتر من 40 مليون سنة. على تدمير الموطن من أهم عوامل الانقراض الحديثة. طبعا بنزيل الغابات الاستوائية حديثا عشان ناخد منها الأشجار، والأشجار نعمل منها الأساس، مما يؤدي إلى فقدان المأوى وتشرد الكثير من أنواع الكائنات الحية. يبقى إزالة الغابات الاستوائية يسبب فقدان المأوى وتشرد الكثير من أنواع الكائنات الحية. 2. يعتبر الصيد الجائر من أهم عوامل الانقراض الحديث. تهافت الكثير على الفراء وجلود الحيوانات، وكمان عدم وجود قوانين منظمة لصيد الحيوانات البرية، ده أدى إلى انقراض مئات أنواع من الثدييات والزواحف. 3. تسمية النسر الأصلع بهذا الاسم، قلنا طبعا إن هو مش أصلع بس راسه مغطى بريش أبيض فيبدو من بعيد كأنه أصلع. 4. تمثل الصحراء نظام بيئي بسيط، طبعا قلنا النظام البيئي البسيط هو نظام قليل الأنواع يتأثر بشدة بغياب نوع من أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه لعدم وجود بدائل للنوع الذي انقرض أو الذي غاب. آخر سؤال معانا، أذكر مثالا واحدا لكل من حيوان منقرض قديما. الديناصور، برضو لو كتبت الماموس مش غلط، هتكتب الديناصور أو الماموس، هو طالب حيوان واحد. 2. طائر مهدد بالانقراض، عندنا طائر المهدد بالانقراض النسر الأصلع، لكن طائر منقرض هنقول طبعا طائر الدودو، خلي بالك مهدد ولا منقرض. 3. حيوان ثدي منقرض حديثا، الكواجا. 4. طائر منقرض حديثا، قلنا الدودو. محمية طبيعية في مصر، طبعا محمية رأس محمد، وقلنا بتضم الشعاب المرجانية والأسماك الملونة النادرة. نبات مهدد بالانقراض نبات البردي، وبيحاولوا يكتروه في القرية الفرعونية مؤخرا علشان يحموه من الانقراض، وطبعا ده النبات اللي استخدموا الفراعنة لورق الكتابة عشان يكتبوا على هذا الورق. نظام بيئي بسيط طبعا قليل الأنواع اللي هو الصحراء. نظام بيئي مركب اللي هو الغابات الاستوائية، وده كان آخر سؤال لينا في درس النهاردة.
أرجو أن نكون استفدنا من الفيديو النهاردة، وشكرا لاستماعكم للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.